بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقرر الحاسب الآلي في التعليم. إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية جامعة الملك خالد. والمحاضرة 9، استخدامات الإنترنت في مجال التعليم. أهداف الدرس: عزيز الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على 1- تعرف شبكة الإنترنت، 2- تفرق بين الإنترنت والإنترانت والإكسترانت والويب، 3- تستعرض مزايا استخدام الإنترنت في مجال التعليم، 4- توضح الاستخدامات المتعددة لشبكة الإنترنت في مجال التعليم، 5- تناقش عوائق استخدام الإنترنت في مجال التعليم. والآن، ما هي الإنترنت؟ هي شبكة اتصالات عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر، تتصل من خلالها أجهزة الحاسب الآلي حول العالم، وتعمل وفق أنظمة محددة تعرف بالبروتوكول الموحد، وهو بروتوكول الإنترنت. والآن، ما هي الإنترنت؟ هي شبكة محلية واحدة مثل إعداد الشبكة في معمل المدرسة أو الجامعة، ويمكن لهذه الشبكة أن تتصل بالشبكة العالمية الإنترنت. أما الإكسترانت فهي أكثر من شبكة محلية، أي عدد من الشبكات المحلية المتصلة مع بعضها البعض، مثل إعداد شبكة في معمل الجامعة مع شبكة في معمل في جامعة أخرى، ويمكن لهذه الشبكة أن تتصل بالشبكة العالمية الإنترنت. وأخيرا، تعريف الويب: الويب هي خدمة من خدمات الإنترنت وليست الإنترنت، ويرمز لها بالرمز www World Wide Web. مزايا استخدام الإنترنت في مجال التعليم: من أهم مزايا استخدام الإنترنت في مجال التعليم الآتي: سرعة الحصول على المعلومة وبالتالي سرعة التعليم، تساعد على التعلم التعاوني الجماعي، تساعد على الاتصال بالعالم بأسرع وقت وأقل تكلفة، تساعد على توفير طرق تدريس متعددة، إمكانية الوصول إلى شريحة أكبر من المتخصصين والطلاب، سرعة تحديث البرامج والمناهج التعليمية، إعطاء التعليم صبغة عالمية، تطوير وظيفة المعلم من ملقن إلى مرشد وموجه، وهذا ضروري جدا في الوقت الحالي. استخدامات الإنترنت في التعليم: من أهم استخدامات الإنترنت في التعليم الآتي: 1- البريد الإلكتروني، 2- مجموعة الأخبار، 3- المحادثة، 4- الشبكة العنكبوتية www. أولا، البريد الإلكتروني. ما هو البريد الإلكتروني؟ هو تبادل الرسائل بين المستخدمين باستخدام الحاسب، والصيغة العامة له هي اسم المستخدم، الرمز آت، مزود الخدمة، المجال، رمز البلد. مثال ذلك الشكل التالي: اسم المستخدم عبد المجيد، الرمز آت، مزود الخدمة هي كيكليو، المجال ADU، وأخيرا اسم البلد SA السعودية. تطبيقات البريد الإلكتروني في مجال التعليم: يستخدم البريد الإلكتروني كوسيط الاتصال بين العديد من الجهات التعليمية لتبادل الخبرات والمعلومات، فهو وسيط للاتصال بين كل من المعلم والطالب، المعلمين المتخصصين في العالم، الطلاب المتخصصين في العالم، المعلمين والإداريين في المدرسة، الوزارة وإدارات التعليم والمدارس. ثانيا، مجموعة الأخبار، وهي الأماكن التي يجتمع فيها الناس لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، مثل المنتديات. تطبيقات مجموعة الأخبار في التعليم: من أهم تطبيقات مجموعة الأخبار في التعليم الآتي: استفادة المعلم من مجموعة الأخبار التعليمية العالمية والعربية. 2- وضع منتديات عامة أو خاصة للطلاب بهدف تبادل الخبرات وإشهاد النظر. ثالثا، المحادثة شات. ما هي المحادثة؟ هي نظام مقنع الطلاب من حديث مع طلاب آخرين في نفس الوقت. تطبيقات المحادثة في التعليم: من أهم تطبيقات المحادثة في مجال التعليم الآتي:
وسيلة لعقد الاجتماعات بين معلمي المادة الواحدة والطلاب. بث المحاضرات والدروس التعليمية من مكان ما إلى أي مكان في العالم. التعليم عن بعد. عقد الدورات التعليمية عبر الإنترنت. رابعاً، الشبكة العنكبوتية. الويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية، وبالإنجليزية World Wide Web أو اختصاراً ويب، وهي نظام يعمل على ترابط المستندات ببعضها البعض، أو هي مجموعة من النصوص الفائقة هايبر تكست التي تعمل فوق الإنترنت، ويستطيع المستخدم تصفح هذه المستندات باستخدام متصفح ويب مثل جوجل كروم أو فايرفوكس أو غيرها. تطبيقات الشبكة العنكبوتية في مجال التعليم. من أهم تطبيقات الشبكة العنكبوتية في مجال التعليم الآتي: 1. وضع منهج التعليم على الويب. 2. وضع دروس خصوصية للطلاب. 3. وضع دروس للتعليم الذاتي. 4. وضع التحضير النموذجي للدروس. 5. يمكن تصميم مواقع خاصة للمدرسة أو الإدارة التعليمية أو للوزارة أو حتى المعلمين أنفسهم. عوائق استخدام الإنترنت في مجال التعليم. من أهم عوائق استخدام الإنترنت في مجال التعليم الآتي: التكلفة المادية، المشاكل الفنية، اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنية هل هي إيجابية أو سلبية، اللغة، الدخول للمواقع المحظورة، الشك في موثوقية المعلومة، بطء الاتصال بالإنترنت. والآن عزيزي الطالب مع التقويم، حاول إجابة على الأسئلة الآتية: 1. ما الفرق بين الإنترنت والإنترنت والإكسترنت والويب؟ 2. ما مزايا استخدام الإنترنت في مجال التعليم؟ 3. ما أبرز الاستخدامات المتعددة لشبكة الإنترنت في مجال التعليم؟ 4. ما هي أهم عوائق استخدام الإنترنت في مجال التعليم؟ وشكرا لك.